تحدثت مصادر عن نظرة إيجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين إلى الورقة الأمريكية التي أرسلت بوصفها مقترحا للحل، وأن المسؤولين اللبنانيين أبلغوا واشنطن موافقتهم على هذا المقترح وهو القاضي بوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان. فما المستجدات ميدانيا وما الذي تحقق دبلوماسيا وإلى أين تتجه الساحة اللبنانية مع كل هذه الجهود؟ حديث الساعة، مرحبا بكم. يلا بهذا السياق تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا ليال خروبي. ليال، مرحبا بك. بداية من الحدث الأبرز نبدأ ليال، وهو موافقة المسؤولين اللبنانيين على المقترح الأمريكي الذي من المفترض أن يقضي إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. ليال، الأصداء في لبنان تجاه هذه التحركات الدبلوماسية؟ نعم خضر، لا نستطيع أن نتحدث عن موافقة رسمية على هذه المبادرة، لازلنا نتحدث عن رد سوف يسلم اليوم من الجانب اللبناني. وعندما نتحدث عن الجانب اللبناني نتحدث عن رئيس البرلمان نبيه بري الذي تسلم ملاحظات حزب الله على هذه الورقة التي بحسب ما يقال هي مؤلفة من 13 بندا. إذن لا نستطيع أن نتحدث عن موافقة شاملة، لربما تكون موافقة ضمنية مع تحفظ على بعض الشروط، لأنه بحسب ما تقول تريده الصحافة اللبنانية والمصادر، لأننا هنا لازلنا نتحدث عن تكهنات وعن تسريبات لهذه الورقة. هذه الورقة لم تعرض بشكل كامل وواضح على الرأي العام اللبناني، لم تنشر بشكل كامل ورسمي حتى في وسائل الإعلام اللبنانية. وأيضا المسؤولين اللبنانيين الملاجين، أتحدث هنا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأيضا عن رئيس البرلمان نبيه بري، وبالتالي حتى بعض بنود هذه الورقة أو ربما كل هذه الورقة ليس مطروح أمام جميع الوزراء وجميع النواب في لبنان، وبالتالي لا تزال كل هذه التكهنات في إطار الغموض. ولكن الأكيد أن اليوم سيتسلم الجانب الأمريكي الرد من الجانب اللبناني. أما ماذا تتضمن هذه الورقة فأننا لازلنا نتحدث عن تسريبات. العام الآن والمتفق عليها أو الأبرز في هذه التسريبات هي أنها تتضمن تطبيق كامل للقرار 1701، أي انسحاب حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية في جنوب الليطاني. تتحدث أيضا عن لجنة مراقبة
سوف يتم اعتمادها، وستكون مؤلفة بالحد الأدنى من أمريكيين وفرنسيين بقيادة جنرال أمريكي وعضوية جنرال فرنسي من أجل مراقبة هذه الالتزامات بتطبيق القرار 1701. ولكن ما يجري التحفظ عليه؟ يعني قبل قليل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي تصريح متلفز نفى أن يكون هناك التزام أو تعهد من الجانب الأمريكي للجانب الإسرائيلي بأن لدى إسرائيل الحق الكامل بالتحرك في الأراضي اللبنانية بحرا وبرا وجوا في حال لم تتمكن لجنة الرقابة من رصد ومنع أي خرق للقرار 1701. ولكن هناك وسائل إعلام لبنانية تتحدث بالفعل عن حق إسرائيل بهذا الموضوع، سوف يكرس في أي ورقة أو في أي اتفاق لوقف إطلاق النار. أيضا من البنود الإشكالية هي سحب سلاح حزب الله من منطقة أيضا شمال الليطاني، وأيضا منع تسليح حزب الله، ومنع أن يتم إيراد أو استيراد أسلحة من أي دولة أو من أي جهة إلى لبنان من دون علم وإشراف، وأيضا تنسيق الحكومة اللبنانية، وأيضا أن تكون الحكومة اللبنانية بالكامل مسيطرة على جميع المعابر الشرعية وغير الشرعية. وبالتالي اليوم لازلنا نتحدث عن بنود يقول للإعلام الإسرائيلي أن الجانب الإسرائيلي لن يتنازل عنها. وأيضا قبل قليل هناك تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي قال أنه مرفوض أي اتفاق لا يلتزم به كل من لبنان وحزب الله بحق إسرائيل بأن تتدخل بحال هناك خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وبالتالي لازلنا نتحدث عن شروط هي إسرائيلية لم يتم إلغاؤها بالكامل من هذه الورقة. وبالتالي السؤال هنا كيف سيتعامل الجانب اللبناني مع هذه الشروط، لأنه النية الإسرائيلية واضحة باستكمال هذه الحرب، والتصعيد الإسرائيلي يوم أمس الذي وصل إلى بيروت غارتين في بيروت، وأيضا التصعيد الكبير في ضاحية بيروت الجنوبية نعم. بالقصف الواسع، وأيضا التصعيد في العملية البرية بعد انتقالها إلى المرحلة الثانية وانتقالها إلى محاولة التوغل في قرى الخط الثاني، كلها تؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي ماض في هذه الحرب وماض في ضرب حزب الله أينما وجد. يعني حتى يوم أمس اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله هو نوع من التصعيد أو الانتقال إلى مرحلة جديدة، لأن الاغتيالات في الأسابيع الماضية كانت تقتصر على القيادات العسكرية والسياسية والمسؤولين الماليين في حزب الله، ولكن اليوم الانتقال إلى المسؤولين الإعلاميين وربما لاحقا السياسيين هو مؤشر خطير بطبيعة الحال. وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث إلا عن ترقب حذر. هناك مصادر إعلامية تؤكد أن عاموس هوكستين سوف يزور لبنان يوم غد المبعوث الرئاسي الأمريكي، ولكن أيضا حتى هذه اللحظة لا إعلان رسمي لبناني بشأن هذه الزيارة وترتيباتها. وبالتالي نستطيع أن نتحدث عن 48 إلى 72 ساعة ستكون حاسمة وتحدد وجهة هذه الحرب، إن كانت سوف تنتهي خلال الأيام القادمة، إن كانت زيارة هوكستين نعم. ستتم يوم غد ومن بعدها سوف يذهب إلى تل أبيب يوم الأربعاء، ومن تل أبيب إلى باريس كما يحكى هنا، حيث سوف يتم إعلان وقف إطلاق النار من العاصمة اللبنانية باريس بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس من الأمريكي. العاصمة الفرنسية باريس. نعم، عفوا، من العاصمة الفرنسية باريس، وسوف يتم إعلان وقف إطلاق النار من هناك. لازلنا نتحدث عن هذا السيناريو طيب. الافتراضي، ولكن كل شيء وارد بطبيعة الحال. نعم. المفاوضات تطهى على نار حامية والترقب هو سيد الموقف. طيب، يعني اليوم مع هذه المؤشرات دعينا نقول الإيجابية ليال، بغض النظر عما سيكون الرد الأمريكي أو الإسرائيلي على هذه التعديلات التي لربما يطالب بها حزب الله وأيضا الحكومة اللبنانية. إذن إسرائيل تصعد وهي رسائل النار ليال تستخدم على الساحة الميدانية في لبنان. آخر هذه الرسائل ما هي تفاصيلها؟ آخر التطورات الميدانية ليال؟ نعم بالفعل، يعني خلال نستطيع أن نتحدث عن 3 أيام كانت فعلا ملتهبة بالكامل، عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بضرب الضاحية الجنوبية منذ يوم الخميس الماضي، عندما بدأ يضربها منذ ساعات الصباح الأولى
بخلاف ما كان يفعل عندما يقصفها بعد منتصف الليل، قصف دائم غير متقطع لضاحية بيروت الجنوبية خلال ساعات النهار وساعات الليل. أيضا الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية البرية، وأيضا توسيع الهجمات لتطال مناطق هي غير محسوبة مذهبيا ولا سياسيا ولا شعبيا على حزب الله، كما حصل يوم أمس في بلدة الحدث وهي بلدة بأغلبيتها مسيحية، وطالت محيط كنيسة سيدة النجاة. أيضا قصف تقاطعين الرماني الشياح في بيروت، وهي منطقة أيضا مختلطة ما بين مسيحيين ومسلمين، وأيضا قصف العاصمة بيروت من خلال غارتين واستهداف للمرة الأولى تقاطع مار الياس الملا. هذه كلها رسائل تؤكد أن نتنياهو ماض في التصعيد، وهناك عدة يعني قراءات لهذه الرسائل النارية. إما أن بنيامين نتنياهو يريد أن ينسف مفاوضات وقف إطلاق نار، وبالتالي هو يوحي من خلال إعلامه ومن خلال تسريبات الصحافة الإسرائيلية بأن إسرائيل سوف تلتزم وسوف تسهل وتكون إيجابية بمبادرة وقف إطلاق نار، تجنبا لاستصدار قرار دولي في مجلس الأمن لربما تكون الولايات المتحدة المتحدة شريكا فيه للضغط على إسرائيل. وإما هو يريد أن يضغط على الحكومة اللبنانية من خلال هذه الاستهدافات للمناطق الجغرافية الجديدة وللعاصمة بيروت، كي يعني يقوم بحالة من الإرهاب في صفوف المدنيين اللبنانيين وكل الشرائح وكل الطوائف وكل المدن والقرى والبلدات اللبنانية، بأن أي منطقة اليوم باتت هي تحت مرمى النيران الإسرائيلية، وبالتالي يجب على الحكومة اللبنانية أن ترضخ لمساعي وقف إطلاق النار وللشروط الإسرائيلية. وبالتالي هنا نحن نستطيع أن نتحدث عن أننا لا نزال في إطار الترقب والحذر نعم والانتظار، ولكن مجريات الميدان توحي بأنها ستكون أيام فعلا متصاعدة في الأعمال الحربية بحسب ما يقول الميدان، بالتوازي مع مراقبة سير المفاوضات ومسار وقف نعم إطلاق النار. وقبل قليل القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أعلنت أن عاموس سوكستين سوف يزور تل نعم أبيب يوم الأربعاء، وبالتالي لربما هذا مؤشر أيضا على أن نعم عملية طبخ هذه التسوية قد تكون بالفعل متقدمة. كل الشكر لك مراسلتنا ليال خروبي على مجمل هذه التفاصيل وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. من بيروت أيضا ينضم إلينا العميد ناجي ملاعب الخبير الأمني والاستراتيجي. سيادة العميد مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. مؤشرات إيجابية تطفو على السطح، بعض التصريحات تؤكد بأن يعني هناك مساعي جادة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، خصوصا بعد أن سلمت الحكومة اللبنانية أو أبدت موافقتها على الورقة الأمريكية. سيادة العميد، أولا لبنان نيابة لوقف إطلاق النار وليس للشروط التي حملتها الورقة. وقف إطلاق النار هو مطلب جميع يعني للفريقين المنهكين، سواء حزب الله منهك وحتى الجيش الإسرائيلي الأولى من تحقيق تمركز مثلا على محيلي أرض لبنانية وبدأ عملياته الثانية، كذلك تعثرت حتى الآن لم يستطع على 3 كيلومتر مثلا على خط نار، وبالتالي الفريقان منهكان، وبالتالي الفريقان ينشدان وقف إطلاق نار. أعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن أن يحدث بوساطة أمريكية لأن الأمور بيد الأمريكي أكثر من هي بيد الآخرين، وكذلك يبدو أن الحراك الإيراني في المنطقة ليس بعيدا عن تسهيل المهمة، ممكن أن يكون باتجاه تسهيل المهمة حضور سيد لاريجاني إلى بيروت ووزير الدفاع كذلك الإيراني إلى سوريا، يعني ممكن أن يكون الإيراني استشعر بالخطر ويحاول تنفيس الاحتقان وأقلها في المرحلة الحالية حتى يتسلم الرئيس الأمريكي الجديد ونعرف ماذا في جعبته باتجاه المنطقة. طيب اليوم بناء على هذه المعطيات، كيف ينظر اللبنانيون إلى مسار الدبلوماسية، إلى التصعيد الميداني، رسائل النار التي تحاول فرضها إسرائيل على المعادلة أو في المعادلة؟ سيادة العميد، يعني يا سيدي لما يعني لو لم تكن 7 أكتوبر كان المجتمع الإسرائيلي
يعني يعاني من أزمة الديمقراطية وما يدعيه الحكومة اليمينية من إصلاحات، القضاء على المحكمة العليا وإصلاحات ليست إصلاحات بقدر ما هي القضاء، كان سيتفجر الوضع في الداخل الإسرائيلي. وفي لبنان كذلك لم يكن هناك رضا على حزب الله وعلى سلاح خارج الشرعية وقتال حزب الله في الخارج في سوريا وغيرها وتدريب وفي اليمن وكل هذا العمل. ولكن اليوم يبدو أن الشعب اللبناني كله مع وقف إطلاق النار، حتى بيئة حزب الله مع وقف إطلاق النار، لكن الموضوع حزب الله هو رأس محور لخلقته إيران في المنطقة. لن تقبل أن يكون هذا المحور، أن يهان هذا المحور أو يخسر. بالتالي يعني إذا رأت الحرب خسرت، يعني كل هذا المحور خسر. لذلك نحن أمام تعنت إيراني، نحن أمام سلاح إيراني يعني لمس هذه القضية، التمس قضية القدس وجيش القدس وما شابه. بالتالي هذا المحور أمام تقنيات عالية المستوى وتكنولوجيا موضوعة بتصرف إسرائيل وجيش مدرب بتدريب أقوى جيش في المنطقة. نحن أمام وضع صعب. يعني اللبنانيون، تسألني عن اللبنانيين، اللبنانيون لا يرغبون هذا القتال إطلاقا. طيب سيادة العميد، اليوم التحركات الإيرانية في المنطقة ربما تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، خصوصا بعد أن رشحت بعض المعطيات بسعي إسرائيل لقطع خط الإمداد إلى حزب الله مستقبلا، وذلك عن طريق سوريا وبمساندة أو مؤازرة روسية أو دور روسي فعال في هذه المعادلة. لذلك شاهدنا التحركات الدبلوماسية والعسكرية الإيرانية في الآونة الأخيرة لدمشق وبيروت. هل نحن متجهين أمام تطبيق مثل هذا السيناريو؟ يعني أكيد إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية يعني لم تقف بضرب طموحات نتنياهو في أي مكان، وكانت يعني الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ينفذ والأمريكيون يلتحقون بما تريده إسرائيل، اليوم يبدو أن مصالح أمريكا هي في الواجهة أكثر من مصلحة إسرائيل. يعني اليوم هناك أمريكا جديدة يعد بها الرئيس المنتخب، وبالتالي مصلحة أمريكا أهم من. لذلك نحن نرى حراك على مستوى المنطقة، ممكن أن يكون حل للمنطقة أكثر ما هو حل أو يعني موائمة ما يرغب به نتنياهو وحكومته اليمنية من أحلام وتطلعات في المنطقة. لذلك هناك دور روسي، هناك لا شك أن اجتماع السناء كمان يعني بين تركيا وإيران وروسيا والحكومة السورية والمعارضة كان له يعني صدى إيجابي. ممكن أن يكون هناك دور روسي، ممكن أن يكون هناك تخفيف للدور الإيراني. نحن ننتظر، هناك حراك دبلوماسي في المنطقة كلها ممكن أن تنعكس على الساحة اللبنانية بيننا وبين إسرائيل. بناء على كل هذه التحركات الدبلوماسية وعلى كل هذه المعطيات، سيادة العميد، من وجهة نظركم عسكريا إلى أين يتجه المشهد؟ هل فعليا مع هذا التعنت الإسرائيلي، مع تعنت نتنياهو، هل فعليا هناك بوادر تهدئة أو آمال تعلق للوصول إلى تهدئة في المنطقة؟ يعني اليوم الولايات المتحدة زودت إسرائيل الأسبوع الماضي بما تطلبه بشحنة جديدة من الأسلحة. ما ينفجر في الضاحية الجنوبية وفي قرانا، قرى الجنوب وقرى البقاع، هي قذيفة 2000 رطل، يعني 907 كيلو جرام، يعني تهدم قرية بكاملها. ما زال العنف الإسرائيلي، لا بل زاد العنف الإسرائيلي واتجه باتجاه سوريا حاليا، وكذلك يعني قطع المنافذ مع سوريا ويتجه إلى الداخل اللبناني حتى داخل بيروت. وهناك يعني المزيد من التعنت الإسرائيلي. أنا أرى أن إذا ما قسنا على ما حصل في غزة، كان دائما الإسرائيلي يوافق على طرح أمريكي ويقول أن حماس ما وافق. 400 يوم، 420 يوم حتى اليوم لم يسأل عن رهائنه حتى في غزة. صحيح. وكل المفاوضات كانت تصطدم بعقبة نتنياهو. أعتقد أن هذا الرجل المتعنت، هذه الحكومة اليمينية، هذا الذي لديه أحلام بتوسعة إسرائيل وبأبدية الدولة، وطالما أنه يحظى بالدعم الأمريكي
الأيام المقبلة هي أيام عنف وليست أيام دبلوماسية أو حل سياسي. حتى وإن كانت الأمال تعلق على ترامب الذي لا يجنح إلى التصعيد العسكري وإلى العنف سيادة العميد، وربما يعني سياسته تحكمه يعني الصفقات المقايضات وما إلى ذلك. الأمور بيد الولايات المتحدة، إذا ما كانت فعلا، إذا قالت فقط أنها سوف هددت بوقف الدعم عن إسرائيل يحل كل الموضوع مع لبنان. ولكن نحن أمام فرصة، يعني بايدن ما وعد إسرائيل بأنها لن يبقيها تحت التهديد مستقبلا عندما قدم إلى إسرائيل، أعتقد ينفذ هذا الأمر. هذا أعتقد بين ما يستلم الرئيس الأمريكي الجديد، هناك مزيد من العنف وليس مزيد من السلام. ماذا عن الدور العربي سيادة العميد؟ هل لا زال يعول على دور عربي في الضغط على الولايات المتحدة، دعنا نقول على إسرائيل نفسها، سيما وأن ترامب هو راعي اتفاقيات السلام في المنطقة، فللتطبيع السعودي الإسرائيلي ربما أهمية قصوى لدى ترامب القادم إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، هل سيتم المساومة على ذلك؟ يعني الدور العربي وفي المؤتمر القمة الإسلامي الذي العربي الإسلامي الذي عقد في الرياض، مؤتمر هام جدا، كانت حماس تعير بأنها قامت بعمل يعني منفردا ولم تحظى بحماية وإحاطة عربية، وكذلك حزب الله عندما قام بحرب الإسناد لم يحظى بأي إحاطة عربية حتى لبنانية. بالتالي اليوم عندما تكون نتائج المؤتمر أن يقول ولي العهد السعودي أن لا تطبيع من دون إنشاء دولة فلسطينية وليس الوعد بدولة، هذا تقدم هام جدا. وكذلك حضور الرئيس الفلسطيني سيد مازن القمة، والدور الفلسطيني لا دور إلا للحكم الذاتي الفلسطيني ولمنظمة التحرير، وأن يكون هذا الدور في غزة، يعني أن كل المحاولات الإسرائيلية بتسليم غزة لقبائل أو لجيوش عربية أو هذا، كل هذا فشل، وتسليم غزة سيكون لكل المعابر والأمر والأمن بيد السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا إنجاز هام جدا في الرياض. على الصعيد اللبناني، بالعودة إلى الصعيد اللبناني وهو جدا مهم، هل حزب الله اليوم قابل لأن يقدم تنازلات ميدانية من قبيل يعني الانسحاب إلى ما بعد الليطاني، من قبيل الموافقة على انتشار الجيش اللبناني على الحدود بين الجانبين وما إلى ذلك سيادة العميد؟ يعني يجب أن نفهم شيء، أن انتشار الجيش اللبناني وكأن الجيش اللبناني غير موجود في الليطاني. الجيش اللبناني بموجب 1701 والقرار 426 بإنشاء اليونيفيل عام 2006 فرض وجود 8000 جندي لبناني مع 12000 جندي دولي في هذه البقعة. بالتالي عندما جاءت الكوفيد والأحداث في لبنان سحب الجيش اللبناني بعض عناصره، ولكن الجيش موجود أولا. ثانيا، عندما يقول رئيس الحكومة أن تطبيق 1701، نحن جاهزون لتطبيق 1701 بكامل حذافيره، يعني أن الجيش سيقوم بمهامه مع اليونيفيل في منطقة انتشارها، ولا سلاح خارج سلاح الشرعية، لا سلاح خارج سلاح الشرعية سينفذ. وهذا عندما يقول ذلك يعني لديه ضوء أخضر من المقاومة بأنه سوف ينفذ هذا الأمر في الليطاني. ولكن في الداخل اللبناني ما بعد الليطاني ليس من شأن لا إسرائيل ولا قوات الطوارئ الدولية. نعم، العميد ناجي ملاعب الخبير الأمني والاستراتيجي، كل الشكر لك على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. من بيروت أيضا ينضم إلينا الأستاذ رياض عبد أو رياض عيد عفوا، الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ رياض مرحبا بك في حديث الساعة وعلى شاشة اليوم. لازلنا نتحدث عن المقترح الأمريكي الذي لربما بدت تلفه مؤشرات إيجابية، الحكومة اللبنانية تسلم الجانب الأمريكي ردها على هذا المقترح وبعض التعديلات لربما أيضا من حزب الله ومن يعني الجانب اللبناني، كيف تقرؤون هذا التقدم الذي وصف بالتقدم الإيجابي في مسار الدبلوماسية؟ يعني قدم حزب الله رده إلى الرئيس نبيه بري، طبعا يعني حزب الله متمسك بال1701 دون زيادة أو نقصان. اعترض حزب الله
على وجود إنجلترا وألمانيا في اللجنة، وبالتالي وفق المعلومات أنه يعني أيضا أخذ بهذا الاعتراض، وأيضا اعترض على يعني المهام بمراقبة الحدود اللبنانية ومراقبة تسليح حزب الله وكل ما إلى هنالك من معطيات تطلب إسرائيل، اعترض عليها أيضا حزب الله لأن هذا عفوا هذا يمس بالسيادة اللبنانية. وبوفق المعلومات أنه أخذ أيضا بهذا الاعتراض. هلأ بكل الحالات يعني هناك يبدو توجه إيجابي عند الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن كانت إدارة بايدن أو إدارة دونالد ترامب الآتية أن يعني تنهي هذا الملف في لبنان. وهناك متغير يبدو أيضا عند الجانب الإسرائيلي الذي فشل ذريع في إحراز أي تقدم في لبنان، وبالتالي هناك واقع في داخل دولة الكيان الغاصب واقع صعب جدا لأن الجيش أخفق في مهامه، وهناك ضغط على نتنياهو من قبل الجيش بأنه الإنجازات الأمنية التي حققها بالاغتيالات يعني يستطيع أن يبرر لنفسه وقف إطلاق النار، لأن الجيش غير قادر أن يستمر والوضع الاقتصادي غير قادر أن يستمر، وهناك استعصاء كبير من قبل الأبطال مقاومي حزب الله في جنوب والذين منعوا حتى الآن من أن يتقدم إسرائيل بأي شيء. لذلك يعني الرد من قبل حزب الله كما قلت تمسك في ثوابت السيادة، خاصة أنه بحسابات المقاومة يعني لا تزال المقاومة قوية وليس هناك في الميدان ما يسمح لإسرائيل بأن تفرض شروط رغم محاولات بفرض هذه الشروط. نعم. النقطة تفضل. تفضل. النقطة التي كنت أريد يعني أن أشير إليها التي أوحي بأنها إيجابية هو الشق المتعلق أيضا بجانب الفرنسي بالتنسيق مع الأمريكيين، وأن يعني هوكستاين كان قال سابقا بأنه لا يريد أن يأتي لك إلا إذا كان ثمة تقدم. لبنان لم يطلب من هوكستاين أن يعود، إذن هو عاد. لماذا عاد؟ عاد نتيجة ضغط فرنسي أمريكي، وبعد أن يعني سافر وزير خارجية إسرائيل إلى أمريكا والتقى بالرئيس دونالد ترامب ثم التقى بهوكستاين، وعاد هوكستاين بأن يقول له عد والتقي بدونالد ترامب كي يوافق على هذه المقترحات، فعاد إليه ووافق على هذه المقترحات، عندها أتى هوكستاين. إذن هناك ضغط أمريكي كبير على إسرائيل، وهذا ما نقلته الصحف الإسرائيلية. يعني مثلا صحيفة هارتس نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أنه تم إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وذكرت أن القضية التي لم تحل في وقف إطلاق النار هي مطالبة إسرائيل بحرية العمل العسكري في لبنان، وهذا ما رفضه حزب الله. ألو. نعم. يعني اليوم أستاذ رياض، يعني هذا الرفض من قبل حزب الله كيف ستتعامل معه إسرائيل في نهاية المطاف، وهي التي تصر على توسيع رقعة الصراع، تصر على استمرار الحرب في لبنان، وحتى إن تهيأت الظروف لتوسيع رقعتها لتشمل سوريا ومناطق أخرى؟ أستاذ رياض، أنا برأيي هذا حلم لم يعد قابل للتحقيق. يعني دعني أقول كما كان في 2006 حين أتت كوندوليزا رايس وقالت ثمة الشرق أوسط جديد يولد من لبنان وهزمت إسرائيل أمام المقاومة، الآن أيضا مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يتكلم عنه نتنياهو يبدو يواجه عقبات كبيرة في لبنان، حيث أن الجيش الإسرائيلي الذي يريد أن يتوسع لضرب سوريا والعراق وحتى إيران هو عجز أمام مجموعة من الأبطال في جنوب لبنان، عجز أن يحقق أي تقدم وفشلت كل أهدافه العسكرية. والدليل بالأمس اغتال مسؤول الإعلام في حزب الله الحاج عفيف، هذا إن دل على شيء يدل على أن بنك يعني أهداف إسرائيل العسكرية قد نفد.
وهنا يعني أنا أيضا يعني أستشهد ب يعني الصحافة الإسرائيلية، يعني مثلا صحيفة كشفت قناة كان الإسرائيلية، وهذه قناة يعني تأخذ مصادرها من الحكومة الإسرائيلية عن بعض تفاصيل مصادر الاتفاق، وقالت أن المقترح يقضي بوضع 5,000 جندي في المناطق الجنوبية في لبنان، جنود لبنانيين، وتعهد من إسرائيل بعدم مهاجمة لبنان وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين. يعني هي كان أيضا هيئة البث الإسرائيلية بتقول إنه تل أبيب تتوقع تقدم كبير في محادثات وقف إطلاق النار مع لبنان خلال تزامن مع زيارة هوكستاين. يعني كله الإيحاءات بالإيجابية تأتي من قبل دولة الكيان الغاصب. هذا إن دل على شيء يدل أن ثمة متغير حدث في القيادة الإسرائيلية نتيجة ضغط جيش على نتنياهو بأن يسير في وقف إطلاق النار. ماذا عن ترامب والحقبة الأمريكية القادمة؟ تعلمون بأن لها تأثير كبير سواء كان على القرار الإسرائيلي أو على الدعم لنتنياهو أو حتى على مستقبل المنطقة والتعاطي مع الملفات في المنطقة. يعني دعني أؤكد لك أن الكثيرين الذين تكلموا عن يعني دونالد ترامب تحديدا والخوف الكبير من أن يعني يكون دونالد ترامب داعم لإسرائيل، كلنا ندرك أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري داعمين لإسرائيل. إنما المتغير الكبير الذي حدث بعد وصول دونالد ترامب هي أولا أن دونالد ترامب اتخذ قرار بأنه يريد أن يعود إلى أمريكا أولا كي يعيد الوضع الاقتصادي في أمريكا بحيث يعالج الوضع الاقتصادي بحيث تستطيع أمريكا أن تعود عظيمة مجددا. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخرج من الصراعات التي لا تفيد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا دونالد ترامب قال أنه آت لوقف الحروب لا لتأجيجها. نحن أمام ثلاث مناطق يعني توتر في العالم، ومنطقتين تسير الحرب فيها بشكل حامي هي أوكرانيا والشرق الأوسط. صحيح. والمنطقة الثالثة المتوقعة أن يسير فيها يعني حرب أو صراع أو كباش كبير هي منطقة تايوان وبحر الصين الجنوبي. إذن هو قال ووفق المعطيات التي لدينا أنه سينهي الحرب في أوكرانيا، وثمة اتصالات بين ترامب وبوتين على إنهاء الحرب. في الشرق الأوسط أيضا دونالد ترامب يدرك أن إسرائيل قد هزمت وغير قادرة أن تحقق أي تقدم عسكري، هو يريد أن يوجد حل. وأنا هنا أقول أن دونالد ترامب بات متحرر من ضغط اللوبي اليهودي لأنه لا يستطيع أن يجدد مجددا لنفسه رئاسة ثالثة وفق الدستور الأمريكي. من هنا أعتقد أنه سيضغط على نتنياهو لكي يقبل الحرب. وفق المعلومات بأنه أبلغ نتنياهو حين اتصل به بعد نجاحه في الانتخابات قال له بعد 20 كانون تاني أنا سأنهي الحرب، أنجز مهمتك قبل أن أستلم مهامي. يعني معناتها بده يوقف الحرب في المنطقة. لذلك نتنياهو هذا الضغط الأمريكي بالإضافة إلى الفشل في الميدان بالإضافة إلى وضعه الاقتصادي ووضع الجيش التعب جدا وعدم قدرته على تجنيد جنود إسرائيليين جدد والحريديم يلي رغم كل الكلام اللي انحكى انه بده يجند الحريديم 6% فقط قبلوا التجنيد. اذا نتنياهو لديه أزمة اقتصادية، أزمة عسكرية، لديه أزمة سياسية في كل دول العالم، ولديه أزمة مع ترامب في المستقبل بأنه لا يستطيع أن يرفض طلباته. من هنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيضغط لإنهاء الحرب. كل شكر لك الأستاذ رياض عيد الباحث في العلاقات الدولية على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. من بيروت ينضم إلينا دكتور عادل يمين المحامي والأستاذ الجامعي والباحث السياسي. دكتور مرحبا بك في حديث ساعة وعلى شاشة اليوم. إذن اليوم مؤشرات إيجابية
حول المقترح الأمريكي هذا من زاوية. من زاوية أخرى اليوم الضغط هائل على نتنياهو سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من الداخل الإسرائيلي من قبل المؤسسة العسكرية وغيرها من معارضي سياساته في المنطقة للوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء حالة القتال والحرب الدائرة اليوم سواء كان في قطاع غزة أو في لبنان، لكن لبنان على وجه الخصوص دكتور عادل. صحيح، يعني يبدو بعد أسابيع على إعلان العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان بات واضحا أن العدو الإسرائيلي عاجز عن تحقيق اختراقات استراتيجية على الساحة اللبنانية وعن تحقيق الأهداف سواء المعلنة أو المضمرة، وجل ما استطاع تحقيقه هو عملية تدمير هائلة لمدن وقرى ولمبان وعملية قتل للمدنيين والصحفيين والإعلاميين واستهداف قيادات في حزب الله، ولكن هذه الأعمال على خطورتها وبشاعتها لا تعتبر اختراقات استراتيجية تحتسب في عملية التقييم أو في عملية تغيير الواقع الذي يشكو منه، فلا هو استطاع إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين، لا بل زاد المهجرون هناك، ولم يستطع وقف صليات الصاروخية والمسيرات التي يطلقها حزب الله، ولا استطاع إبعاد حزب الله عن الحدود، الأمر الذي يجعل من حربه عبثية حتى تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وتجاه الداخل الإسرائيلي وبالأخص تجاه مؤسسة الجيش هناك التي باتت تضغط عليه للتوصل إلى حل، لأن الجيش الإسرائيلي بات منهكا بعد أكثر من سنة في القتال الصعب في غزة وكذلك بعد أسابيع على القتال على جبهة جنوب لبنان. وأعتقد أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب يريد أن يقلع بعهده بأقل مشاكل ممكنة حتى يركز على الاقتصاد الأمريكي ويركز على برنامجه الداخلي، ولذلك أبلغ نتنياهو سابقا بأنه عليه أن ينجز مهمته العسكرية قبل 20 كانون الثاني 2025، موعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في أمريكا. لذلك كله أعتقد أن بنيامين نتنياهو بات مدركا أنه لابد من التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، ولذلك أقدم على فظاعات في وتوحش في الغارات في اليومين الماضيين، واستهدف مناطق حساسة في بيروت، وذلك بغرض الضغط على لبنان للقبول بما لن ولم يقبل به لبنان من جهة، وحتى يكون المشهد الأخير حتى وفق الورقة الأمريكية دكتور الذي التي على ما يبدو بأن الحكومة اللبنانية بدرت منها أو رشحت عنها بعض المؤشرات الإيجابية بالموافقة على الورقة الأمريكية والمقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار، لكن مع تعديل بعض البنود فيها دكتور. يعني يبدو أن الورقة الأمريكية الأخيرة التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس نبيه بري وللرئيس نجيب ميقاتي هي أفضل من سابقاتها، ويبدو أنها لم تتضمن بنودا استفزازية تجاه لبنان ولا بنودا تمس السيادة اللبنانية بشكل صارخ، ولم تشتمل على ما كانت المسودات السابقة تشتمل عليه من إعطاء العدو الإسرائيلي حق التدخل في لبنان جوا وبرا وبحرا عند كل اشتباه بخطر يحدق به، وذلك انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وتشريع للعدو الإسرائيلي لضرب لبنان. ولا أعتقد أن أي مسؤول في لبنان يجرؤ أن
يجعل أو أن يضع موافقته على مثل هذا المقترح، لأنه بالفعل يكون يعني يضع علامة سوداء في تاريخه السياسي والوطني. كما أن الورقة تتحدث عن حق الفريقين بالدفاع عن دولهما، أعني لبنان وإسرائيل، بذلك شيء من التوازن. كما أن هذه الورقة انطلقت من تطبيق القرار 1701 بالآليات المنصوص عليها في القرار 1701، ومع التركيز والتعويل بشكل أساسي على الجيش اللبناني لتنفيذ ما يتعين تنفيذه في الجهة اللبنانية بالتعاون مع قوات اليونيفيل. ولكن أعتقد أن مقترح إنشاء لجنة من دول غربية، ألبانيا وبريطانيا وفرنسا، لمواكبة تنفيذ القرار 1701 لا يزال يحتاج إلى إلى بعض الدراسة طيب. للتيقن ما إذا هذه اللجنة السيادة اللبنانية أي شكل من الأشكال. طيب دكتور، ما مدى قبول الجانب الإسرائيلي مع المعطيات التي ذكرتها حضرتك، قدوم الرئيس ترامب وتوجيه الرسالة بأنه أنجز المهمة العسكرية قبل 20 من كانون الثاني؟ نتحدث عن إمكانية رضوخ نتنياهو الذي يبحث عن أي سبل لتوسيع رقعة الصراع واستمرار الصراع دكتور. يعني الموقف الإسرائيلي يفترض أن يبلغ لهوكشتاين هذا الأسبوع، وهناك معلومات عن أن هوكشتاين سيزور إسرائيل ومن ثم يزور لبنان، وبالتالي إذا صح ذلك فيفترض أن تكون زيارة هوكشتاين تحمل يعني تطورا إيجابيا في الموقف الإسرائيلي، وإلا لا معنى لأن يترك الولايات المتحدة الأمريكية ويزور المنطقة. نعم، كل الشكر لك الدكتور عادل يمين، المحامي والأستاذ الجامعي والباحث السياسي، على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات القيمة. كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذه الساعة. أما لمواضيع أوسع فيمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني اليوم تي في دوت نت. دمتم بخير وإلى اللقاء.